هو ليه أسعار السلع بتزيد كل شوية؟ إيه علاقة ده بزيادة معدلات التضخم؟ وإيه الحكومة بتعمله علشان تتحكم في الأسعار وتكبح جماح التضخم؟ إزاي البنك المركزي بيحاول يحل المشكلة دي؟ بانكير، نبض البنوك. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في بياناته إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع ل 26.4% في سبتمبر مقارنة ب 26.2% في أغسطس. يعني ببساطة كده، لو أنت كنت بتشتري حاجة ب 100 جنيه السنة اللي فاتت، دلوقتي هتدفع فيها أكتر ب 26 جنيه تقريباً. السؤال هنا، إزاي ده بيأثر على حياتنا إحنا اليومية؟ أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 2.6% في سبتمبر بعد ما كانت زادت 1.8% في أغسطس، وده رقم مش صغير خالص. يعني لما تروح السوق تشتري لحمة أو خضار بتلاقي نفسك بتدفع أكتر بكتير من اللي كنت بتدفعه الشهر اللي فات. ولو رجعنا سنة لورا هنلاقي أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 27.7% عن سبتمبر اللي فات، يعني الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً. طيب ايه هي الاسباب وراء الارتفاع الكبير ده؟ التضخم عادة بيحصل لما الطلب على السلع والخدمات بيزيد بشكل كبير عن المعروض، او لما تكلفة الانتاج بتزيد بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام او الطاقة. في الحالة بتاعتنا مصر بتواجه مجموعة تحديات كبيرة جدا، زي نقص العملة الصعبة، ارتفاع اسعار الطاقة، الازمات الاقتصادية العالمية. طب الحكومة والبنك المركزي بيعملوا ايه علشان يسيطروا على التضخم ده؟ الحكومة بالفعل بتحاول تسيطر على الأسعار من خلال برامج دعم المواطنين وزيادة الإنتاج المحلي، وفي تحركات من البنك المركزي زي رفع سعر الفايدة أكتر من مرة خلال السنة اللي فاتت علشان يقلل من السيولة النقدية في السوق ويقلل الطلب على السلع، وبالتالي يحاول يخفف الضغط على الأسعار. بس مع كل ده المشكلة لسه موجودة، والناس لسه بتحس بزيادة الأسعار كل يوم. طب هل ده معناه ان الوضع هيفضل كده، ولا ممكن نشوف استقرار في الاسعار قريب؟ التوقعات بتقول ان التضخم ممكن يفضل مرتفع لفترة، خاصة مع استمرار الازمات العالمية، لكن الحكومة والبنك المركزي بيشتغلوا على استراتيجيات مختلفة علشان يخففوا من التأثيرات على المواطن. فاحنا دلوقتي قدام تحدي كبير، واللي بيحصل مش سهل على جيوبنا وعلى ميزانية البيوت، بس الحلول بتتاخد وبتحصل، وإن كان الطريق طويل فالهدف الأساسي هو تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وتقليل الضغط عن الناس. في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية. أنا أشرقة أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.